خلال تواجده بمدينة مسورو حاضرة إقليم بحر الغزال، قام الرئيس الوطني لشباب الحركة الوطنية للإنقاذ إدريس عبد الله كلكلة بزيارة إلى المقر الإقليمي لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم بحر الغزال الذي هو في قيد التشييد. محمد عثمان بشير والتفاصيل. هذا المبنى الذي يتكون من طابقين هو المقر الرئيسي الإقليمي للحركة الوطنية للإنقاذ بمدينة مسورو حاضرة إقليم بحر الغزال، حيث يحتوي هذا المبنى على مكاتب إدارية مختلفة بما في ذلك مكتب للشباب ومنظمة نساء الحركة الوطنية للإنقاذ بالإقليم. وخلال تواجده بمدينة مسورو قام الرئيس الوطني لشباب الحركة الوطنية للإنقاذ MPS إدريس عبد الله كلكلة بزيارة شاملة لهذا المبنى الذي شرف على النهاية، حيث قد بادر في بناء هذا المقر الإقليمي لحزب MPS رجل الأعمال التشادي وأحد أبناء الإقليم أبكر طاهر. وتفاجأ الرئيس الوطني لشباب الحركة الوطنية للإنقاذ بهذه البادرة التي قام بها رجل الأعمال التشادي أبكر طاهر. المانا نادم انتربرينر كيف نعرف لكن حياته كله جاي كومباتر في بارتي هسه بقى ناس واقفين ده سيج انا على ريجون انا بنغزر ام بي سي انا سياسه جدا تكنيسيا ده سوى تفاني وكان كله بلان ده حالي مير ده كلوتير ده باتيما ذاته كي زياره من امبر نان بس كومبرسون بس اليوم مومال قاعدين ما كريز باتيما بس زياره من امبر جوسكا بريمير نيفو يا هذه اللي رجعنا في بارتيا غدا ده مرة إمبورتان. وسينتهي عمليات بناء هذا المبنى بنهاية شهر الصيام الكريم حسب مهندسه الخاص على أن يسلم بعدها عبر مراسم رسمية سيحضرها العديد من قادة حزب الحركة الوطنية للإنقاذ، وأن ذلك يدخل ضمن سياسة رئيس الجمهورية في تنمية البلاد. نهاية العرض الإخباري لهذه الليلة، تقبلوا تحياتي مقرونة بتحايا فريق العمل، تصبحون على ألف خير.